استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصة صافرية هذا اليوم سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، والذي تشرف بتقديم كتاب إلى جلالته بعنوان مدن مستدامة من أجل مستقبل أكثر إشراقا، والذي يستعرض إنجازات الوزارة ويتضمن كافة الإحصائيات الخاصة بالمشاريع والخدمات التي قدمتها الوزارة في مختلف مدن البحرين وقراها. وقد أشاد جلالته بالجهد الطيب الذي بذل في إعداد هذا الكتاب، معربا عن شكره وتقديره لوزير الإسكان وجميع منتسبي الوزارة على الجهود المخلصة التي يوالون بذلها في إعداد وتنفيذ المشاريع الإسكانية والعمل على تخفيض قوائم انتظار المواطنين من خلال تنويع الخيارات وإطلاق المبادرات الجديدة والهادفة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كافة سبل العيش الكريم للأسرة البحرينية. وأكد جلالته الحرص الدائم على تلبية تطلعات المواطن باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء في المملكة، وفي مقدمتها توفير السكن المناسب لكل مواطن بما يضمن الاستقرار له ولأسرته، مضيفا جلالته أن أهل البحرين جميعا يستحقون منا كل الرعاية والاهتمام، بالإضافة إلى المحافظة على ما تحقق من منجزات ومكتسبات في المجال الإسكاني وضمان تطويرها للأجيال المقبلة. تأتي مناسبة تقديم كتيب مدن مستدامة من أجل مستقبل أكثر إشراقا إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تزامنا مع احتفالات المملكة بذكرى ميثاق العامل الوطني، حيث رفع وزير الإسكان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى وأثنى على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات في مختلف المجالات خاصة المجال الإسكاني خلال المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته أيده الله.